طب احنا اتفقنا ان دولة ما بتعملش حاجة تقريبا خالص لهؤلاء القوم الكتير بالزبط. المصريين بالزبط. المطريد اللي بيخلفوا يعني. انا عارف ان الكلمة دي بايخة بس انا قصد استعملها وهي بايخة كده. هم مطريد، هم مطريد من المجتمع والدولة. لو عندك يعني لو فكرتي في التعبير ده هتلاقيه مناسب بالرغم ان هو قاسي وسخيف. الناس بقى اللي زي حضرتك كده اللي بيروحوا كتر خيركم، ناس كتير بيروحوا يحاولوا يعملوا مجهودات اهليه تطوعيه في المناطق العشوائيه، يساعدوا الناس بصور كتير. ايه تقييمك لحجم الشغل اللي انتوا تقدروا تعملوه؟ الامكانيات اللي انتوا محتاجينها عشان تعملوا اكتر؟ طبعا يعني المجتمع الاهلي والافراد قايمين بدور حلو وكل حاجه، بس من وجهه نظري مش ده اللي هيساعد الناس دي. الناس دي محتاجه منظمات كبيره والدوله تدخل تساعد وتسند الناس دي وتديهم ابسط حقوقهم. نسبه الناس اللي تقدروا تساعدوهم قد ايه؟ لا يعني انا واحده من الناس مش تبع اي جمعيه ولا اي حاجه، وانا ومجموعه صحابي كده بننزل نتطوع ونحاول نساعدهم على قد ما نقدر. فممكن تقول مثلا 100 حاله في الشهر مثلا، يعني من عدد يعني بتلاقي قدامك من عدد. احنا عندنا في القاهره بس 8 مليون نسمه من سكان القاهره، 15 مليون نسمه، 8 مليون دول سكان عشوائيات. فكل مجموعه من الناس بتعرف تساعد 100، بتعرف تساعد 500 يعني. وفي ناس ما حدش بيعرفهم اصلا ولا يعرف هم ساكنين فين ولا بيعملوا ايه، ودول يعني في خصوصا جمعيه من الجمعيات اللي انت على اتصال بيها دي بتعمل شغل تحب الناس يعني تسمع. طبعا يعني مجموعه زي مجموعه بنيان دي تحت مظله جمعيه اسمها صحبه خير، تحت اداره مهندسه غاده جبر. جمعيه جميله جدا ومهتمين بالمنطقه بتاعه استابل عنتر وعزبه خير الله، وعاملين فيها شغل جبار. دي برضو منطقه عشوائيه والناس راحت عملت بيوت هناك على الجبل، هي منطقه جبليه وفيها مشاكل كتير جدا جدا، وبيحاولوا ان هم يحلوا المشاكل على قد ما يقدروا، ويعملوا مدرسه ويعملوا مشغل ويحاولوا ان هم يشغلوا الناس والكلام ده كله، ولكن محتاجين مساندات ومساعدات من المجتمع كله بقى. يعني تفتكري لو سكان عشوائيه، سيبك من صعوبه تنفيذ الموضوع ده، بس اولا تفتكري ان سكان عشوائيات لو عرض عليهم ان هم يعيشوا في اماكن بعيد عن موطنهم اللي مش اصلي ده ولا حاجه، اولا هل هيرحبوا بالفكره دي؟ ما عندهمش مشكله ان هم يروحوا يسكنوا في البيوت دي ايا كان المكان فين؟ وهل لو راحوا نفسياتهم ممكن تتغير؟ انا عارف ان انا بسالك سؤال يعني اجابته مش عندك، بس بسالك عن اعتقادي كده. لا من خلال احتكاكي بالناس دي اقدر اقول لك ان هم منقسمين لنوعين. نوع ممكن يكون العيشه الغير ادميه وظروف الحياه والبيئه المحيطه اضطرته ان هو يعمل حاجات غلط هو نفسه مش راضي عنها، بس مش لاقي الفرصه اللي تخليه يكون انسان كويس ويبدا يبص لمستقبله بطريقه صح. الراجل ده اول ما يلاقي الفرصة الصح اتفرج عليها هيبقى عامل ازاي. في واحد تاني اختار الطريق الاسهل اللي هو لا انا يعني ابقى بلطجي، او ان انا اتاجر في حاجة كده، او ان انا ابقى عواطلي واخلي مراتي هي اللي تنزل تخدم في البيوت وتجيب لي الفلوس لغاية عندي او الكلام ده كله. ولو وجدنا له مكان حياة كريمة وسكن آدمي يقدر يقعد فيه هيفضل بنفس الطريقة ويخلي مراته برضو تروح تخدم وترجع. كويس. ففي نوعين، وبصراحة حتى النوع الثاني اللي هو ما نقدرش اللي يبدو غير قبل ده عايز لازم يبقى عامل حسابنا ان ده محتاج اعادة تأهيل نفسي لان هو عايش في ظرف هو وصل خلاص يعني مش عايز، هو شايف ان العيشة دي انا هكمل فيها زي ما هي كده وخلاص. مفهوم. يعني فاكر انتوا لو كل الدوله دي على فكره بكل المجتمع بكل كوكب الارض ده بكل بالحكايه دي في الاخر انا طالع منها بان انا عايش في صفيحه بشرب وباكل من نفس الشيء وبقضي حاجتي في الخلاء يبقى اشربوا بقى مني بالظبط. تعالي اتفرج على التقليد ده بعدين نكمل. قد تكون مومباي العاصمة التجارية للهند، هي المدينة الحاضنة لأكبر الأحياء الفقيرة في آسيا حيث يعيش أكثر من 2 مليون شخص، إلا أن ظاهرة الأحياء العشوائية منتشرة في كل أصقاع الهند بسبب الفقر وهجرة سكان الأرياف إلى المدن بحثا عن لقمة العيش.
يمكن القول أنه على مدار 25 عاما الماضية كانت هناك استثمارات كبيرة في المنطقة الريفية، طالت البنية التحتية العمرانية والاجتماعية أيضا، وهذه الاستثمارات بدأت تثمر. وكان وزير سابق قد تحدث عن تفاصيل الخطة العشرية التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع الجمعية الحكومية للبناء لتوفير السكن لقرابة 10 ملايين شخص. إن نتائج الدراسات التي قمنا بها تخبرنا بأن هناك نقصا يبلغ أكثر من 18 مليون منزل في البلاد، ومن ضمن ذلك هناك 96% ضمن الفئات المنخفضة الدخل والمناطق المحرومة. الخطة تبدأ بتقسيم الأحياء العشوائية إلى مناطق يسكن كل منها 100 ألف شخص، ومن ثم تبنى المساكن الجديدة بمساحة 5 أمتار مربعة للفرد مع البنية التحتية المرافقة لها لتوفير الحاجات الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي. البناء يعتمد على التمويل الحكومي ومعونات متعددة المصادر وعلى تقنيات مبتكرة طرحتها شركة تاتا الهندية العملاقة مؤخرا، بحيث لا تتجاوز تكلفة المنزل الواحد 2000 دولار أمريكي. ولكن ما هي ردود أفعال سكان الأحياء الفقيرة إزاء مخطط الحكومة؟ نحن نعيش هنا منذ زمن طويل، وإذا أرادت الحكومة أن تشرع هذه الأمكنة فهذا جيد، ولا مانع من نقلنا إلى أماكن أخرى، ولكن أفضل البقاء هنا. من بين 1.2 مليار مواطن هندي تتجاوز نسبة من يعيشون تحت خط الفقر 40%، أرقام هائلة تدفع بمشاكل سكن الفقراء إلى الواجهة. مسألة العشوائيات تزداد تعقيدا لتشابكها مع الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المزمنة والتي تتطلب حلولا بالتزامن مع الحل العمراني. في هذا الإطار ستكون التجربة الهندية محط أنظار الكثير من الدول خلال العقد القادم. إباء حسن، مراسلات حكومة نص الليل في آسيا. أنا مبسوط صحيح إن إحنا مش مطلوب مننا إن إحنا نتعامل مع حجم اللي بالملايين ده بتاع الناس اللي عايشين في عشوائيات في الهند، بس برضو عندنا 20 مليون بني آدم مصري عايشين في عشوائيات. عايز أسألك على تجارب دول تانية تكون شايفاها أنت ألهمتك في إن أنت تلاقي حل لحياة الناس دول عاملة إزاي؟ الصين عملت ايه؟ بتحول المناطق دي لمناطق منتجة كويس، يعني معظم المنتجات صغيرة خفيفة اللي احنا بنروح نستوردها وندفع فيها قد كده، الصينية دي كلها مش بتتعمل في مصانع، بتتعمل في الشوارع في المناطق اللي زي دي، بيشغلوا عدد غير طبيعي من الناس كل الاعمار عشان تنتج منتج كويس في الاخر وتصدر. في الصين الحكايه دي بتنظم ازاي؟ الدوله نفسها هو ده الحل اللي هي متبنياه كدوله كمؤسسه حكوميه بتروح تطبق هذا المشروع، ولا ده اصلا طالع من عند الناس نفسهم هم اللي قرروا ان هم يعملوا المشروع ده، ولا في ناس في النص زي حضرتك كده دخلوا؟ طبعا في ناس في النص كده، والدوله بتساند حاجه زي دي وبتسهل لهم كل حاجه. طيب تعالي نروح بقى على المشروع اللي انت اصلا فكرت فيه ومذاكراه كويس، عشان هو بالنسبة لك كما في عينك يعني هو الحل بتاع المناطق العشوائية دي ومبني على تجربة صينية، مش كده؟ بالضبط، هو قريب من التجربة الصينية. ان انا فكرتي ايه؟ ان احنا نحول كل المناطق العشوائية دي لمناطق منتجة، بدل ما هي مناطق فيها بلطجية او مجرمين او ناس عواطلية او ناس محتاجة او الكلام ده كله، لا انا ممكن احول المنطقة دي كلها لمنطقة منتجة. بجيب خريطة المنطقة العشوائية دي واشوف هي متقسمة لكم حارة وكم شارع، واختار منتج واحد بس. المنتج ده عشان اوصل للمرحلة الاخيرة اللي هو خلاص هبدأ ابيعه، فهو هيمر بكم مرحلة؟ هقول مثلا ان هو هيمر بست مراحل على 6 حارات او 6 شوارع، كل شارع من دول هيكون مخصص بس ان يعمل المرحله دي. يخلص المرحله الاولى ينقل على الشارع اللي بعده، الشارع كله مسؤول عن المرحله الثانيه، يخلص ينقل على، وهكذا. ومن هنا فلو احنا بنعمل ولاعه فالجوز هياخد حته يركبها فوق البلاعه ويخلص يسلم الشارع، الشارع كله بيشتغل في المرحله الثانيه وهكذا لحد ما اخر شارع هو اللي يملى البلاعه وبعدين يطلع منها. بالظبط، التغليف بقى والتعبئه والكلام ده كله واتفضل.
تفضلوا. وطبعا دي كلها دي الاختيارات يعني الموجوده في الحاله دي، الموضوع مش محتاج مكن يعني، هو كلها اسمه مكن شوارع مش مكن مصانع يعني، ونقدر نجيبه برضو ونقدر نختار حاجة يعني حاجات بسيطه، حماد بسيطه بالزبط. حاجه بتعمل بالظبط، مش مكن بقى ومحتاج مساحه ومحتاج ملايين والكلام ده كله. لا، المشروع ده مش هيكلف قد ما احنا محتاجين خبره معانا تبقى مدرسه متنقله، وفي نفس الوقت حد يتبنى المصاريف والكلام ده كله، واحنا بقى دورنا كمتطوعين ان احنا نلف على الاماكن الكبيره اللي بتبيع الكلام ده. اول قبل ما نشوف انت محتاجه ايه عشان ده يكمل، انا عايز دلوقتي اتاكد ان الناس اللي بيسمعونا فاهمين المشروع ده كويس. اوكي، المشروع ده هو محاوله لتحويل المنطقه اللي هي مليئه بالاخطار على الناس اللي جوه دول، تاثيرات النفسيه اللي عليهم لا حصر لها، والامراض العضوية والمجتمعية اللي بتحصل لهم لازم نلاقي حل. فأول علاج الحاجة اللي انت شخصيا مهتمة بيها مش بس عشان فلوس، بل عشان أصلا تحويل الناس دول إلى مجتمع منتج، فهنخلي المجتمع بتاعك ده كله مصنع بالظبط. واحد عمالة بتيجي في بالي حاجات بقى زي أولا إن احنا موضوع الانتماء للوطن اللي انتم مطريد منه ده هيبدأ يخلق هنا وطن، لأنه كتلة واحدة احنا بالزبط. كلنا هنا بنعمل حاجة بالظبط. اتنين، احنا هنا مش عواطلية ولا بنضطر نبقى مجرمين ولا كذا ولا مطاريد ولا حاجة، احنا بننتج. ايه كمان تأثير المشروع ده على الناس اللي بيشتغل فيه؟ تأثير المشروع ده ان انا بقول المواطن ده ان انت عندك كرامة وان انت انسان زيك زي بالظبط، ولكن كل الفرق الوحيد بس حاجة صغيرة جدا ان انت اقل مني حظ مش اكتر من كده. وانت لازم دخلك يكون من عرق جبينك انت اللي تجيبه، عشان انت المتخذ القرار، انت اللي تقول عايز تصرف تجيب ايه او ما تجيبش ايه، تحب ايه ما تحبش ايه، لازم يبقى لك حق الاختيار. ما ينفعش ان انا اجي اروح رميالك بطانية او شنطة رمضان او لا، انا مش بعطف عليك رمضان وبعدين انا بقى بنساك طول السنة بالظبط كده. لا، انت انسان ليك حق الحياة تعيشها زي ما انا بعيشها. بيكونوا السنين جابوه من المثل الصيني بتاع ما تعلمنيش ما تديليش سمكة علمني اصطاد. طيب عايزين نعلمه يصطاد بقى. يعني دلوقتي محتاجين من وجهة نظرك المذاكرة المشروع ده كويس، انت محتاجة ايه عشان المشروع ده يحصل؟ محتاجة خبرة في المنتج اللي احنا هنختاره خيص. عشان هم اللي هينزلوا يدربوا الناس، فناس الاول خبراء في الصناعات البسيطة دي، يختاروا بالزبط. ايه الصناعات اللي بالزبط. تنفع ويتعمل عليها دراسة جدوى ونبدا ننزل ندربها. طبعا مميزاتها اولا هي يعني نقدر ننتج منها كتير بالزبط. حاجه من الناس زي الولاعات ولاعات حاجه ليها سوق كتير. حاجه ليها سوق طبعا، ونكون بنستوردها من الصين، وحاجه يعني عايزه عماله وعايزه عماله بالظبط كتيره وبسيطه وتتعمل باجهزه بسيطه، ففي حد بالزبط. لازم يبقى في ناس خبراء في الموضوع ده وبجوده عاليه جدا، عشان احنا عايزين نطلع حاجه نظيفه في الاخر، يحسوا بالنجاح ويحسوا بالفخر ان هم عملوا حاجه زي كده، وكمان الناس يشتروها بالزبط. ما يبقاش الموضوع يعني مش شحاته يعني. لا احنا عايزين منهم فعلا، السوق محتاجها. علما كمان بان المشروع لما يبقى مشروع طموح كده هدفه ان احنا نحول المنطقه العشوائيه الى مصنع، منطقه منتجه منتج بيكسب بيحسن مستقبل حاضر ومستقبل الناس اللي عايشين دول، فكم المتطوعين هيبقى اكبر من بالزبط. المتطوعين اللي بيبقوا جاهزين ان هم يعملوا شغلانه بسيطه او يتبرعوا بحاجه بسيطه او كده. داني عندك حاجه اخيره تحبي تقوليها؟ نفسي في يوم من الايام الاقي مصر كلها مؤمنه بالفكر التطوعي، كل بيت يبقى فيه حد او اتنين بينزلوا يتطوعوا يخدموا المجتمع، يساندوا اي محتاج، يحلوا اي مشكله لحد ما يعرفوا او ما يعرفوش. ده بحس ان دي رسالتي ان انا انشر الفكر التطوعي. كتر خيرك يا داليا، انت وكل المخلصين النبلاء اللي دي ما بتعملش كده بس يعني، بتعمل حاجات تانية كتير. انا بتشكر لك نيابه عن كل اللي بتساعديهم ونيابه عن كل اللي انت بتلهميهم، والف سلامه على رجلك ان شاء الله تفك الجبس الاخضر قريب ولو انه شيك وكده. نورتي حكومه مصريه. ربنا يخليك، كتر الف خير. شكرا.